خلونا نروح لموضوع تاني، ويمكن في الفترة اللي فاتت تم تنفيذ أكبر برنامج وقائي لطلاب أو لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة. الحملات دي وصلت ل 7500 مدرسة، عملت أنشطة توعوية في 25 جامعة لرفع وعي الطلاب بخطورة الإدمان، ويمكن هو ده السن الخطر اللي بيبتدي فيه أي نوع من أنواع الأفكار الغريبة يا شاذلي، أو التعرض لكل ما هو جديد. صحيح، وده مهم جدا هذه الحملات للتوعية. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. يا أهلا بيك يا أستاذ مدحت. في البداية لو حضرتك تعرفنا على الأنشطة والفعاليات اللي بيشتمل عليها البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة. خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا الحقيقة بنشتغل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق على أكثر من محور، من ضمن المحاور اللي هي في غاية الأهمية المحور الوقائي، ويمكن احنا دشنا أكبر برنامج وقائي لحماية وتوعية طلابنا في المدارس خاصة في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. والحقيقة يمكن على مدار العام الدراسي 2023-2024 نفذنا أكبر برنامج وقائي في حوالي 7500 مدرسة، ويمكن أمس احنا يمكن استقبلنا ووفد يعني رفيع المستوى من أكاديمية الشرطة بدولة الإمارات للتعرف على التجربة المصرية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في البرنامج الوقائي والاستفادة منها. ويمكن الحقيقة بدل يعني بدأنا تعاون مشترك مع أكاديمية الشرطة في دولة الإمارات لنقل التجربة المصرية فيما يتعلق بالبرامج الوقائية اللي بننفذها لحماية طلابنا وشبابنا من تعاطي المواد المخدرة. الحقيقة كمان يمكن احنا في شهر رمضان الماضي شاركنا في مؤتمر الأمم المتحدة اللي تم انعقاده في فيينا، وتم اختيار التجربة المصرية من ضمن يعني 6 تجارب على مستوى العالم عظيم، باعتبارها تجربة رائدة في التوعية لحماية الشباب وطلاب المدارس من تعاطي وإدمان المواد المخدرة. البرنامج اللي بننفذه في المدارس بيتميز من نوعه ان هو بيبث فيديوهات يعني مرئية، الفيديوهات دي بتحكي رحلة التعاطي وبالتالي بتبرز الأضرار اللي بيتعاطى اللي بيتعرض لها المتعاطي للمواد المخدرة، سواء إذا كانت أضرار صحية أو أضرار يعني نفسية، وبالتالي بترفع وعي طلابنا في المدارس بخطورة تعاطي المواد المخدرة. هذا البرنامج كمان بيتميز إن هو كمان بيعتمد على مشاركة الطلاب واستراتيجية العصف الذهني، بحيث إن الطلاب هم اللي شاركوا كمان بنفسهم خلال بث الفيديوهات التوعوية، وبالتالي الطالب يبقى عارف مدى الاستفادة من مثل هذا البرنامج. احنا الحقيقة كمان احنا عندنا يعني كمان يعني مبادرات في غاية الأهمية بنوعي الشباب في الجامعات وبنصحح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب عن المخدرات، لأن في بعض المعتقدات الخاطئة زي إن المخدرات بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكرة، إن الحشيش مش إدمان، كتير من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب. عشان كده إحنا بنصحح المعتقدات دي بتجيلهم منين يا فندم؟ يعني أنتوا لما اتناقشتوا كده معاهم عندهم المعتقدات دي منين؟ يعني منين عرفوا إن المخدرات مثلا بتنشط الذاكرة؟ يعني مين قال كده؟ خلينا أقول لحضرتك، لأن إحنا عندنا كمان في حاجة في غاية الأهمية، إحنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023، إحنا بنشوف إيه أبرز الدوافع للتعاطي من خلال المتقدمين للعلاج، بنلاقي منها حب الاستطلاع والتجربة اللي مرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي أشرت حضرتك عليها. عشان كده إحنا بتحليل البيانات دي بتمثل لنا يعني غاية في الأهمية، عشان لما بيجي نعد البرامج والاستراتيجيات الخاصة ببرامج التوعية تبقى مستندة على أساليب علمية، نبقى عارفين أبرز الدوافع للتعاطي، نبقى عارفين الفئات العمرية المستهدفة، نبقى عارفين كمان أكثر أنواع المخدرات انتشارا، وأيضا كمان الفئات زي ما بقول لحضرتك، وبالتالي إحنا يعني يبقى هدفنا هو إعداد برامج توعوية متكاملة مبنية على أساليب علمية، وبالتالي نقدر إن إحنا نفيد طلابنا بوعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. يمكن إحنا في رمضان الماضي لما أطلقنا مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات كانت بتستهدف الحقيقة فئات مختلفة بهدف رفع وعيهم، والحملة دي ساهمت في زيادة عدد المتصلين للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلقي العلاج 500%، يعني خمس أضعاف، يعني زيادة خمس أضعاف،
وبالتالي كان لها أهمية كبرى. الحملة دي اعتبرتها العديد من الدول من الحملات الملهمة والمؤثرة والإبداعية لتوعيد شبابنا. ويمكن زي ما حضراتكم عارفين يمكن احنا كمان كابتن محمد صلاح الحقيقة هو كمان يعني نجم الحملة على مدار السنوات الماضية بالنسبة لتوعيد شبابنا. احنا كمان عندنا الحقيقة يعني توجهات من القيادة السياسية لنفذ برامج توعوية متكاملة لأهالينا في المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي المحروسة بشائر الخير وحدائق اكتوبر وكتير من المناطق المطورة. بنوعي الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وازاي الأسرة لو عندها لا قدر الله ابن بيتعاطى مواد مخدرة ايه ابرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى وازاي كمان تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية لمرضى الادمان مجانا وسرية تامة. احنا يمكن كمان شغالين في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنعمل الحقيقة ورش حكي للأطفال لتوعيتهم بخطورة التدخين. بنعمل كمان دوري رياضي تحت شعار انت أقوى من المخدرات للشباب وأيضا لاستثمار طاقة الشباب الحقيقة في التوعية في مجال المواد المخدرة. احنا يمكن الحقيقة كمان يمكن بالتوازي مع البرامج الوقائية يمكن احنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين في 19 محافظة بيقدموا كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وسرية تامة. الدولة المصرية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من الدول القلائل اللي بتقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بمعنى إن الخدمات العلاجية لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المريض ولكن بتمتد إلى خدمات التأهيل النفسي، الدعم كمان الاجتماعي، ايضا كمان التمكين الاقتصادي. ودي لاول مصر اول مره يمكن ده بتتميز بيه الدوله المصريه ان احنا بنقدم كمان خدمات ما بعد العلاج وده في اطار اعاده دمج المتعافي مره اخرى في المجتمع وايضا كمان للحد من الانتكاسه. احنا يمكن على مدار الخمس اشهر الماضيه يمكن قدمنا الحقيقه يعني خدمات العلاج لاكثر من 66 الف مريض ادمان كلهم مجانا وبسريه تامه. ايضا قدمنا في المناطق المخدره والمهم كمان جدا ان انتوا وصلتوا ل 7500 مدرسه، يعني مش قادره اتخيل كام طالب، وده المهم ان انتوا توصلوا من الاول. بنقول دايما الوقايه خير من العلاج، ان احنا من الاول كده نوعي طلابنا ونقول لهم قد ايه خطوره هذا الامر. الموضوع مش بس هيقتصر على تجربه مره وخلاص، لا انت ممكن تفضل بتعمل ده طول حياتك فتاثر على نفسك وتاثر على عيلتك فبالتالي كمان تاثر على المجتمع. كل شكر ليك الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان.